أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة أن مصر عملت على جعل مدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء مركزاً للمدن الخضراء الذكية والاستدامة والمرونة لمواجهة الكوارث. جاء ذلك خلال مشاركة فودة في جلسة وزارية لمناقشة أهمية التعامل مع قضية المناخ أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ. من حسن الطالع أنه قد تم إعلان اعتماد مدينة شرم الشيخ يوم السبت الماضي 12 نوفمبر بواسطة الأمم المتحدة مركزاً للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، الأمر الذي يأتي في سياق رؤية مصر في خارطة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ وسبل البناء على ما تم تحقيقه مع النظر لمتطلبات الدول الإفريقية والنامية. إن الوصول بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ ليصبح مؤتمراً للتنفيذ بتحويل القرارات لخطط عمل وتقديم قصص نجاح ونماذج حية من مختلف المناطق لتسريع بدء عملية التنفيذ يشعرني اليوم بفخر، وأنا أقدم لحضراتكم نموذج مدينة شرم الشيخ الخضراء، المدينة الذكية، مركز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، وهو ما يشكل حجر الزاوية وعمود الارتكاز الرئيسي للوصول إلى تحقيق استدامة المدن. الأمر الذي يتطلب أيضاً وجود بنية تحتية كافية يمكنها الدفاع عن المدن ضد أثار الفيضانات أو ارتفاع منسوب سطح البحر أو الانزلاقات الأرضية أو الزلازل. وتحتاج معظم المدن وسائل دفاع أفضل ضد الفيضانات ومنازل مبنية وفقاً للقود العالمي وتخطيط أفضل لاستخدام الأراضي. ولكن حتى عندما ما تدرك المدن ما يلزم لتصبح أكثر قدرة على الصمود، فإنها من الضروري أن يتاح لها الحصول على التمويل اللازم لتحقيق هذه الرؤية. وقد أدركت الدولة المصرية هذا الأمر والتحدي منذ البداية، وقامت بالبدء منذ سنوات في العمل على جعل مدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء مركزاً للمدن الخضراء والذكية والاستدامة والمرونة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، وخاصة مخاطر السيول والفيضانات والتي تعد من أكثر التهديدات في مجال الكوارث.